فيما أصدر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية قرارا يمنع استقلال أكثر من شخص لدراجة نارية، وذلك بعد تكرار استخدامها في الجرائم الإرهابية التي تشهدها المحافظة في الفترة الأخيرة. وأوضح عبد العزيز أن القرار سار بمختلف مراكز المحافظة لمدة شهر قابل للتجديد، مؤكدا أنه في حالة ضبط أي شخصين يستقلان دراجة نارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الدراجة. على الهواء.